شخص عزيز علينا كلنا، يمكن ما في اثنين بيختلفوا، معزة الشيخ راشد. كذلك أرحب بالسيدة روان لتكرمها بتلبية الدعوة بالحضور. طموح الشيخ راشد نفس الشيء، وقيادته وعزيمته ويعني تحفيزه كان له دور كبير أن نوصل اللي نحن وصلنا له اليوم. إلا أننا نتمنى له التوفيق، وكلنا ثقة بأنه سيستمر في عطائه لأسرته ولوطنه. اسمحوا لي أني أتقدم بالشكر الجزيل نيابة عن الأخوة أعضاء مجلس الإدارة وكافة موظفي الشركة، بالشكر والتقدير للشيخ راشد على الجهود التي بذلها والذي كان لها بالغ الأثر على تطور الشركة والوصول إلى ما وصلت عليه الآن، والتي تعتبر من أهم الشركات الاستثمارية الموجودة في السلطنة. لا يسعني إلا أن أشكر الجميع، السابقين الأوائل للأوائل واللاحقين والأخوان اللي اشتغلنا معاهم مع بعض، أعضاء مجالس الإدارات يعني تحددوا الأخوان في بعضهم، استمرنا على سنوات. على سبيل المثال الرئيس والسيدة روان والأخ عبد الله، وعلينا كانت فترات طويلة حلوة يوم عملنا، والأخ مصبح والأخوان الآخرين اللي التحقوا في السنوات اللاحقة، والكل يعني صراحة ما وجدنا منهم إلا التعامل الحسن، الأخلاق العالية، التفاهم، التشجيع، التحفيز على تحقيق الهدف والغاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونتمنى لكم التوفيق.